البداية من مصر، وبالتزامن مع ضرب المنخفض الجوي محافظة جدة بالسعودية وتسبب في وقوع السيول بالمدينة استمرت لأكثر من 8 ساعات، أسفرت عن أضرار وخسائر ضخمة. ومن المتوقع أن يستمر امتداد المنخفض الجوي في طريقه إلى المناطق الجنوبية بصعيد مصر صباح اليوم. وفي السعودية، فقد أعلن مركز الإرصاد الوطني أنه من المتوقع أن يواجه طقس السعودية اليوم أمطار غزيرة وسيول، وحذر المواطنين من أن يؤدي الطقس إلى سيول مشابهة لما جرى في جدة قبل أيام، وأن السيول ستتجه إلى أجزاء جديدة في السعودية. أما في الإمارات فيسود طقس غائم جزئي ورطب ليلاً مع احتمال تشكل الشبورة على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط تدريجياً مع حلول المساء. وفي الأردن شهد الطقس ارتفاعاً قليل في درجات الحرارة والأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، معتدلة في البحر الميت والأغوار والعقبة، ومع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. أما ليلاً فستسود الأجواء الباردة في أغلب المناطق. والآن نتعرف على بعض درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.